اهلا بكل مشاهدي اليوم السابع. نحن الان امام واقعة انفجار عيادة دمنهور بجوار الكوبري العلوي بمدينة دمنهور، حيث شهدت يعني ظهر امس حادثة مروعة راح ضحيتها 14 شخص بعد انفجار انبوبة اكسجين داخل عيادة للمخ والاعصاب. طبعا احنا زي ما انتم شايفين حضراتكم اثار الدمار على عيادة المخ والاعصاب. طبعا يعني حكايات كثيرة، يعني ممكن عايزة وقت طويل عشان نسرتها بعد البطولات الكبيرة اللي قدمها شباب مصري لإنقاذ عشرات الضحايا. يعني العيادة زي حضراتكم ما شايفينها يعني تحولت لكتلة نار، في ملاحم كبيرة بتبين معدن الشعب المصري ده. وطبعا يعني كتير من الناس على السوشيال ميديا اتكلموا على بطولات شباب مصري حاول متطوعا انقاذ العشرات من المصابين او من الاشخاص. يعني نذكر المشاهدين بالفيديو الموجود على السوشيال ميديا زي ما انتم شايفين حضراتكم. ناس متطوعة جايبة سلالم بتحاول تنقذ المواطنين اللي داخل العقار. طبعا يعني معانا احد ابطال الملحمه دي، عرف بنفسك. محمد رزق بلال. معلش الصوت. محمد رزق بلال. انا ازيك يا محمد؟ اهلا بيك يا فندم. طبعا يعني احنا بنحييك ان انت يعني كنت موجود امبارح، وطبعا كل صورك موجوده على السوشيال ميديا بشكل كبير كاحد الابطال المتطوعين لانقاذ عشرات الضحايا وعشرات المواطنين داخل العياده. احكي لي يعني بداية الحدث كان معاك ازاي؟ انا من زاوية غزال، وده فاضل بشور صاحب المطروح. كان جاي زيارة عنده بيت معايا، كنا رايحين المحطة المصرية، فطريقنا طوالي من عمدان الساعة، ملناش ان احنا نيجي من هنا. فجأة جيت عند الاشارة عند عصير مكة كده، قلت له خش من هنا. قال لي طريقنا طوالي، قلت له خش من هنا. يا عم طريقنا، قلت له خش، انا عايزك تخش من هنا، هي طلبت معانا تخش من هنا. فدخل من هنا، فجيت عند الكوبري العلوي لقيت ناس بتجري، ما شفتش الانفجار لو. فقلت له دي خناقه فؤاد، قال لي مالناش دعوه يلا بينا. قلت له اخويا اقف فؤاد، قال لي لا. واحنا ماشيين لهنا دخان، قلت له اقف فؤاد، دي حريقه. جرينا جينا لقينا بقى الموقف هنا وحش خالص وصعب. لقيت ايه بقى بالظبط؟ لقينا ناس محجوزه فوق ودخنه واطفال، واحده ماسكه طفله في البلكونه ولمصه وشها كله دم. تمام. فطبعا الناس كلها مش عارفه تعمل اي حاجه، ليه؟ من كتر الدخان ومن كتر النار محدش عارف يتواصل مع العالم ده. فبالفعل في ناس واقفه في البلكونات بتتفرج، عدى يا جماعه، عدى ارمي بطانيه، عدى ارمي بطانيه من فوق. الناس جابت بطانيه، عايزين نعمل يعني ايه وسيله اسعافات، او وسيله يعني ايه ان احنا ننقذ البيت. بالفعل الناس عملت البطانيه، قعدنا نتكلم الست احنا هنعمل لكم البطانيه وارمي بيتك، واخد بالك؟ لان كل شويه النار بتزيد والدخان بيزيد. فالست يعني رمت بنتها، فلما رمت بنتها ما نزلوش في المكان اللي احنا عايزينه، بالتالي انها خبطت في الكاميرا، البنت نزلت في المكان بعيد عن اللي احنا عايزينه. برضه احنا خدنا ايه تلات ارباع الصدمه بتاعت البنت، فلتت مننا وقعدت على الارض. فامها لما شافت البنت نزلت مع عند الشباك، في ناس الله يبارك لها كانت واقفه فوق، وكان في استاذ فاضل واقف. انت بقى يعني لما شايف المنظر ده يعني ما ترددتش ان انت تطلع فوق؟ يعني انت بتروح للموت برجليك يعني؟ انا شفت امي واختي قدامي،
انا شفت امي واختي او بنتي ومراتي شفتهم قدامي، فانا شهدت، انا شهدت وقلت انا بحماك يا رب. طلعت شهدت الست لما نزلت عشان بتاعه واحد حشر الكاميرا والكشاف اللي فوق زي ما تشوفوه. انت جبت سلالم منين؟ السلم بتاع المطافي ده احنا خدناه. يعني انت خدت سلم المطافي عشان تطلع عليه عشان تنقذ الناس؟ ايوه، ما هو السلم ضعيف وانت متهالك اصلا. فبالتالي ان انا طلعت فوق، طلعت اجري على السلم زي ما انتم شايفين. طلعت، المهم ان انا اتكلمت مع الست الاول، قلت لها انا طالع عايز انزل بيكي، انا بنقذك، انا بنقذك، عايز انزل بيكي عشان انا عندي اولاد، ضحيت بنفسي عشان انقذك بنتي. قلت لها بنتك كويسه. طب قلت لها اني هقول لك على شويه حاجات تعمليهم عشان اعرف انزل بيكي من هنا دلوقتي. قلت لها انت هتداري نفسك، هتنزلي معايا كانك بتنزلي زي ما انا واقف كده بالظبط، هتنزلي ضهرك للسكه، هتسندي على كتفي وعلى صدري، وانا هحوط عليكي بدراعاتي وهنزلك بالراحه. طبعا فوق ده كله ان الاساس من السخنه قاعد يطرشق فوقنا، اليوفط والاسامي اللي هي مكتوبه دي نازله عليها نار على جسمي زي ما انتم شايفين كده، واخد بالك برقبتي. طبعا فؤاد صاحبي والناس ماسكه السلم، الاساس قاعد يطرشق، والناس كل ده مش مدوره على الاساس اللي قاعد بيقع فوق، الناس كلها مش مدوره ان الاساس بيقع فوق. انا السلم كان واقف على رجلي، انا كنت بس كده والسلم نزلت بالست. تمام، ثواني بس، ثواني. نزلت بالست لحد تحت، الناس الاهالي خدتها مني. طبعا الناس جرت عليا عشان اليوفط النار اللي كانت بتنزل فوق كلها لازقه في جسمي، الناس قلعتني التيشيرت، كل ده ما دورتش عليه برضه. بعد ما خلصت في راجل بقى فوق، ايه في راجل فوق محجوز فوق اسرته كامله، فطبعا مش عارفين نغسوهم، النار بتزيد عليهم، والراجل يا عيني في معاناه كبيره فوق بسبب الدخان اللي بيطلع والنار كل شويه تزيد. طبعا مفيش يعني وسيله للانقاذ. كان في بعض سلبيات برضو، يعني احنا جينا لقينا الموقف كان صعب جدا، النار والاشتعالات، كان السبب الاشتعال كانت انبوبه غاز ادت ل 24 اسطوانه اكسجين. طبعا المبنى حصل انهيار من ورا، يعني في شق الفرن كان ورا، الولعه كلها كانت من قدام من هنا. والاستاذ الفاضل هو واولاده ده راجل من الضحايا من ال 13. انا بحمل لك هذا البرج يا جماعه، الدور الخامس، انا قعدت من الساعه 1 الا دلت لحد الساعه 4 ونص مش عارف انزل من البيت للاسف. ايديا هي جايه متشوهه، بنت عندها دي تنفس في المستشفى العام، بوابه رجليها مكسوره، مش عارف انزل. طلعت على السلم فوق، الدخان قافل السلم، عايز اطلع على السطح، بس اتخانقت على السلم وبنتي اتخانقوا على السلم، نزلت تحت اغمى عليا، نقذني واحد من الحمايه المدنيه، ضربني رجلي فوقني عشان كان في باب حديد قدام العياده قافله، قدام باب عيادته وعامله حديد عشان محدش ينتهك في السويد، قافل الحديد، حابس السكان، حابس السكان قدام، باب حديد موجود فوق 25 صاله اكسجين موجودين في واحد سكنيه، بيعملوا ايه؟ دي عياده وليست مرخصه كعياده سكنيه، عياده دي مش واحده سكنيه. البرج دوت انا صاحب البرج، البرج طلق فيه دورين اداري هم المرخصين اداري، المحل بتاع الاطفال ودكتور الطهر، هو شقه سكنيه قالبها اداري، عامل 11 شكوى في الحمايه المدنيه يا جماعه، 11 شكوى مسجلين عندي على تليفوني وبينتهم في المحضر النهارده وامبارح، 11 شكوى للحمايه المدنيه. انتوا ليه يا جماعه ساكتين على الالات دي؟ كل يوم عربيه اكسجين محمله 50 انبوبه تيجي تفضي وتحمل، ده لو مستشفى عام ما فيهاش كميه الاكسجين دي، انت مين اللي وراك؟ انت مين اللي ساندك؟ عشان احنا نضحوا براحنا، ضحوا براحنا وبنتي يعني قاعده 6 شهور، بنتي عندها 6 شهور شافت الموت اللي انا فيه يا فندم، محدش شافه. تمام، يعني نرجع لمحمد. طبعا الافكار الجديده اللي انت عملتها، اللي انت تجيب اصلا سلالم عشان تنقذ المواطنين. فانا طبعا من كتر الزعيق ومن كتر يعني قاعد عايز اعمل اي حاجه بسبب الراجل اللي كان بيتكلم من شويه دوت، انا شايفه فوق عيني محجوز، الدخان كله طالع عليه فوق، واحنا جبنا بطانيه، معلش احنا جبنا بطانيه وكنا ماسكين. انت اللي كنت ماسك البطانيه؟ ماسكين البطانيه وانا وشباب ضمنهم، احسن رجاله، خلي بالك، اجدع رجاله، اجدع رجاله والله، اجدع رجاله والله. والمطاف والحياه ما تجوش الا بالاخر، خلي بالك، والسلم ما عرفوش شغلوه، السلم قاعد كده عايزين يشغلوه ما عرفوش شغلوه. انت كنت جايب بطانيه وعشان عشان اقول كلمه مع الباشا. خلاص انا بطانيه، ثانيه واحده بس اقول كلمه، انا الحريقه بدات الساعه 1 الا دلت، انا نازل من شقتي الساعه 3 ونص. حصل، تمام، حصل ونزل متبهدل خالص. طيب، وانا كنت معاه في ناس يا محمد، يعني لما شافوا الصور والفيديوهات على السوشيال ميديا اللي انت جايب سلم عشان تنقذ الناس من عماره لعماره، يعني احكي لي ايه الفكره دي طرقت لك ازاي؟ الفكره ان انا لما جيت قعدت كده انا مسكت دماغي، يعني ربنا اعطاني يعني الهام من عنده كده، ان انا بصيت على العماره، بصيت لقيت البلكونات قريبه من بعض اللي تحت دي، جات لي فكره ان انا اجيب سلم اعمل مشايه انقذ بيه الناس، ان الناس تتمشى. حتى انا كنت بزعج امبارح بقول له خلي اللي يعدي يمسك في السلم وابعد،
عشان ما حدش يسقط يقع، عشان ما يجيلوش خلل ولا حاجه. ايوه عدت على صفر لهم امبارح، اللي يعدي ينزل بالفعل. الناس فوق نزلت لحب، ربطنا السلم، طلعنا السلم فوق، عملوا مشايه. الناس اللي كانت واقفه هنا نزلت جابت. الناس اللي كانت محبوسه من ضمنهم طفله ثلاثه حريم، الاستاذ اللي كان بيتكلم الشويه ده نزلوهم، خدناهم نزلناهم تحتنا، خدناهم في الاسعافات، والحمد لله مفيش فيه. الحمد لله اللي مفيش خسائر في الارواح. طبعا نذكر المشاهدين ان 14 يعني مواطن تم اسعافهم ونقلهم الى المستشفيات، هي حصيله اجماليه لحادث تفجير او حادث انفجار، يعني اسف، حادث انفجار عياده للمخ والاعصاب بمدينه دمنهور. الحمد لله مفيش خسائر في الارواح، لكن كما تشاهدون حضراتكم يعني طبعا خسائر ماديه شديده. ايوه بس كنا ماسكين السلم، كنت ماسك فوق السلم برغم اللي كان فيه الزلط عمال يوقف. الحمد لله لم تكن هناك خسائر في الارواح. شكرا لحضراتكم، وفي متابعه مستمره لتطورات حادث انفجار عياده الطب والاعصاب بمدينه دمنهور.